بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تعرضت لاختبار استهدف سيناء وخاضت حربا شرسة ضد الإرهاب. مع استمرار المعارك العنيفة في قطاع غزة، قوة الاحتلال تسحب لواء نحال من موقعه بوسط القطاع، وتزعم أن لواءين آخرين سيحلان محله. مع تواصل العدوان، مجلس حرب الاحتلال يبحث إمكانية تحريك المسار التفاوضي بشأن غزة وسط تواصل الاحتجاجات ضد نتنياهو لإنجاز صفقة التبادل. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اليوم مصر تحتفل بالذكرى 42 لتحرير سيناء، تلك الأرض التي تحررت بالحرب والدبلوماسية والتي ستظل دائما شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشها. وبالتزامن مع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار بها، نجحت الدولة المصرية في خلق واقع متميز وملموس على أرض الفيروز بعد أن عكفت على إدماجها في قلب عملية التنمية الشاملة على الأصعدة كافة خلال عقد من الزمان. إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوم تحرير سيناء يعكس قوة الإرادة المصرية وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا. وعبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إننا اليوم نتذكر تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات جنودنا البواسل الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن تحرير سيناء لم يكن مجرد عودة للأرض، بل كان تأكيدا على قدرة هذا الشعب على تحقيق المستحيل والحفاظ على مقدراته، داعيا إلى أن تكون هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء الوطن وتعزيز وحدته والعمل على رفعة شأنه بين الأمم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سيناء لطالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان. وفي كلمة بمناسبة الذكرى 42 لتحرير سيناء، أشار الرئيس السيسي إلى نجاح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حماية وصون سيناء. حدث إليكم اليوم في ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى 42 لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التي طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم وفي طليعته القوات المسلحة الباسلة في حمايتها وصونها والحفاظ عليها جزءا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر. شعب مصر الكريم، إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هي ملحمة بطولة وفداء وجلد وتضحية وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم وعدم التفريط في شبر واحد منه، وهو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومي. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقوتها المسلحة ومؤسسات دولتها. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تعرضت خلال السنوات الماضية لاختبار جديد استهدف سيناء، فخاضت البلاد حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر.
إن سيناء التي تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور. وعلى مدار السنوات الماضية تعرضت مصر لاختبار جديد استهدف سيناء، وخضنا حربا شرسة ضد قوى الإرهاب والشر التي ظنت واهمة أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمتنا، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف، وقدم الشعب شهداء أبرار من أبنائه الكرام في القوات المسلحة والشرطة المدنية ليدفعوا بدمائهم الغالية ثمن حماية سيناء بل ومصر كلها من الإرهاب والتطرف. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما تمثله تنمية سيناء من واجب وطني مقدس، مشيرا إلى ما تشهده سيناء من جهود غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة. كما توجه الرئيس السيسي بالتحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وصمود هذا الوطن. وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبا وطنيا مقدسا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب، فإن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس أيضا. واليوم تشهد سيناء جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه، حماية وصونا لأمن وسلامة الوطن كله. شعب مصر العظيم، لا يوجد في الختام ما هو أشرف من تقديم التحية والاحترام لمن كانت تضحياتهم سببا في بقاء وصمود هذا الوطن، وكانت دماؤهم الزكية نهرا ارتوت منه رمال سيناء حتى تم تحريرها ثم تطهيرها من الإرهاب. تحية إعزاز وتقدير لشهداء مصر الأبرار ذوي الكرم والفداء وأصحاب المروءة والبطولة ورمز الكرامة والتضحية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التطورات التي شهدها الإقليم والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قابلها موقف مصري واضح منذ اللحظة الأولى برفض تام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على قضية الفلسطينية من التصفية. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تحرص على العمل في إطار ثوابتها الراسخة لإرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. كذلك فإن التطورات التي شهدها الإقليم خلال الشهور الماضية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف المصري الواضح منذ اللحظة الأولى الرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي، وكذلك موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة. كل هذه تشكل الثوابت الراسخة التي تحرص مصر على العمل في إطارها بهدف أسمى، وهو إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها.
مصر بذكرى تحرير سيناء بعد الانتصار العسكري الكبير في أكتوبر من عام 1973. واكتملت هذه الجهود بانسحاب إسرائيل ورفع العلم المصري على سيناء في 25 من إبريل عام 1982. اللي بنعمله في سيناء من محاولة إن إحنا يعني نعمل تنمية حقيقية لها هو في الآخر أمر مستحق تستحقه إن إحنا نعمل ده وزيادة ونصرف على ده ونزيد. سيناء عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري، كانت مطمعا للغزاة ومحط أنظار للطامحين والطامعين عبر التاريخ. حروب ومعارك كثيرة خاضها المصريون للحفاظ عليها، ولما لا، فهي بقعة غالية من أرض الوطن. في 25 من إبريل من كل عام تحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء بعد انتصار عسكري في أكتوبر عام 1973 تلاه معاهدة السلام في مارس من عام 1979، ثم معركة دبلوماسية وقانونية صعبة لتكتمل هذه الجهود بانسحاب إسرائيل ورفع العلم المصري على سيناء في 25 من إبريل من عام 1982. بعد أيام قليلة من هزيمة يونيو في عام 1967 كانت الخطوات الأولى على طريق التحرير، حيث بدأت المواجهة على جبهة القتال في سبتمبر من عام 1968 وحتى 6 من أكتوبر من عام 1973، وانطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور والتي خاضتها مصر في مواجهة إسرائيل، واقتحمت قناة السويس وخط بارليف، وكان من أهم نتائجها استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس واسترداد جزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة في قناة السويس في يونيو من عام 1975. ولم يمر تحرير سيناء بالكامل عبر بوابة نصر أكتوبر فقط، بل طريق طويل ومفاوضات شقة ورحلات خارجية ومباحثات أدت في النهاية إلى استرداد سيناء بالكامل. ومهدت حرب أكتوبر الطريق لتوقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في سبتمبر من عام 1978 على إثر مبادرة الرئيس الراحل أنور السادات التاريخية في نوفمبر من عام 1977 وزيارته للقدس، ثم مباحثات كامب ديفيد في عام 1978 والتي أدت لتوقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في عام 1979 والتي نصت على انسحاب إسرائيل بشكل كامل من شبه جزيرة سيناء وعودة السيادة المصرية على كامل ترابها المصري ولكن بشكل تدريجي. وكان 25 من إبريل هو تاريخ رحيل آخر جندي إسرائيلي من مصر، وتم رفع العلم على مدينتي رفح وشرم الشيخ في ذلك اليوم. منذ 10 سنوات تولي الدولة اهتماما خاصا بالتنمية في سيناء، وفي هذا الإطار اطلعت الدولة المصرية بوضع الخطط اللازمة في هذا الإطار لتحقيق الأهداف المنشودة. We'll be right back.
قالت السيدة انتصار السيسي إنه في مثل هذا اليوم عادت رايات مصر خفاقة فوق كل شبر من أرض سيناء. وجاء ذلك خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد تحرير سيناء، حيث وجهت السيدة انتصار السيسي تحية واجبة لكل من ضحى ولكل من خاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزته وهيبته. في إطار جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، حققت القوات المسلحة عددا من الإنجازات المهمة. وتم تكليف القوات المسلحة بتنفيذ 460 مشروعا لخدمة مجالات التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء بما يعود بالنفع على المواطنين. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت فعاليات اليوم الأول من البطولة العربية العسكرية للفروسية والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 وحتى 27 من إبريل الجاري بنادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشهد اليوم الأول من البطولة تنافسا كبيرا بين الفرق المشاركة، حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة للناشئين تحت سن 14، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح.
تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت فعاليات اليوم الأول للبطولة العربية العسكرية للفروسية، والتي تنظمها القوات المسلحة خلال الفترة من 24 وحتى 27 من شهر إبريل الجاري. شهد اليوم الأول تنافساً كبيراً بين الفرق المشاركة، حيث بدأت الفعاليات ببطولة المرحلة السابعة G7 للناشئين تحت 14 سنة، والذين يمثلون مستقبل الرياضة الفروسية في مصر، وذلك ضمن فعاليات حفل الافتتاح. وعلى صعيد مباريات الفرق بالبطولة العربية العسكرية لقفز الحواجز والتي شارك بها 9 دول عربية، نجح الفريق المصري في تحقيق المركز الأول، فيما جاء الفريق القطري في المركز الثاني والفريق السوري في المركز الثالث. كما شهد اليوم الأول إقامة منافسات البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد الرمح على المستوى الفردي والزوجي والفرق، والتي شهدت منافسات قوية بين كافة المشاركين، وهو ما أظهرته النتائج التي جاءت متقاربة إلى حد كبير على مستوى 30 فارس من 6 دول عربية، حيث جاءت مصر في المركز الأول في منافسات الفرد بنتيجة 41.5، فيما جاءت الأردن بالمركز الثاني بنتيجة 41 نقطة، وكان المركز الثالث من نصيب العراق بنتيجة 40 نقطة. وعلى صعيد الفرق، استطاع الفريق الأردني الحصول على المركز الأول في المنافسات بنتيجة 142 نقطة، فيما جاء الفريق المصري بالمركز الثاني بنتيجة 140 نقطة، والمملكة العربية السعودية في المركز الثالث بنتيجة 32 نقطة. البطولة انطلقت اليوم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا كان طبعا وسام كبير لرياضة التقاط الأوتاد وللبطولة بشكل عام، سواء هي البطولة العسكرية العربية للفروسية مصر 2024. هذا وسام كبير، افتتاح منشآت في مستوى عالي جدا، بطولتين، بطولة قفز وبطولة التقاط، شغالين في خط متوازي. نبارك مثل ما قلنا الفرق الفائزة، وكذلك نبارك الفرق الفائزة في قفز الحواجز، ونتمنى التوفيق لبقية الفرق في الأيام القادمة إن شاء الله. بشكر جمهورية مصر العربية على الاستضافة الرائعة لهذه البطولة وعلى التنظيم الرائع، والحقيقة النجاح هذا نتيجة تعب وتحضير طويل لهذه البطولة. بشكر جمهورية مصر العربية قيادة وشعبا على هذا التنظيم الجيد للبطولة. الحمد لله ربنا وفقنا النهاردة، وفق المنتخب، حصلنا على المركز الأول، الميدالية الذهبية في بطولة الفرق في البطولة العربية العسكرية الأولى، النسخة الأولى منها، وده يعتبر بالنسبة لنا الحمد لله إنجاز كبير، وتزامن مع افتتاح نادي الفروسية بالعاصمة الإدارية في المدينة الأولمبية، فبالنسبة لنا يعني الحمد لله ده كان يوم مميز جدا. وتعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية صرحا رياضيا عالميا، حيث يضم منشآت رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة، وعلى جاهزية كاملة لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية. ومن بين تلك المنشآت نادي الفروسية التي تقام بها حاليا البطولة العربية العسكرية للفروسية، وسط أجواء تنظيمية توفر للفرسان من مختلف الدول العربية البيئة التنافسية المناسبة.
العاصمة الإدارية الجديدة هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل لمصر، تمتزج فيها الأصالة بالمعاصرة، حجم إنجاز كبير بدا حلماً قبل 9 سنوات، لكن إرادة التحدي والبناء حول الحلم إلى حقيقة. هي تجسيد لإرادة المصريين في البناء والتنمية ورمز للجمهورية الجديدة. مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي عالمي يعبر عن اهتمام مصر بالرياضة وتسخير الإمكانات لإنجاح البطولات العالمية التي تحتضنها المدينة. تضم منشآت رياضية وترفيهية وخدمية متكاملة، هي على أتم الاستعداد لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية العالمية. داخل نادي الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تقام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في نسختها الأولى تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من 24 حتى 27 من أبريل. يضم نادي الفروسية ملاعب ذات مقاييس عالمية واسطبلات لإيواء الخيول مع خدمة بيطرية متكاملة. إضافة إلى التجهيزات التنظيمية التي تضمن نجاح البطولات المقامة عليها. تشهد البطولة أجواء تنظيمية رائعة توفر للفرسان من مختلف الدول العربية البيئة التنافسية في مدينة رياضية متكاملة الخدمات والمرافق، مستعدة دائماً لاستضافة كافة الفعاليات الرياضية الدولية. أهلا بحضراتكم مجددا، ونعود لاستكمال تفاصيل نشرة السادسة والعودة لاحتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء. فبهذه المناسبة الغالية أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 476 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا للقرار الجمهوري بشأن الإفراج بالعفو عن بعض المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو. لأن التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 476 نزيلاً تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 104 لسنة 2024 في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان. وقد أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية للمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل 15 مايو، عبروا خلالها عن شكرهم لرئيس الجمهورية لقرار العفو. أنا بشكر جدا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو أفرج عنا، الواحد مبسوط والحمد لله مش مصدق من الفرحة اللي أنا فيها. ألف شكر لسيادة الرئيس طبعا، وإحنا يعني بحمد ربنا إن جالنا العفو، الحمد لله إن أنا خرجت قبل ميعادي بكتير. الحمد لله. الحمد والشكر ربنا جاب لي حاجة، وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن اتفاجئت الناس في العفو، وأطلع لأهلنا على حال وسلامة ونبدأ حياة كريمة تاني، والواحد ما يعملش خاطئ تاني. أنا مش مصدقة اللي أنا طالعة لعيالي والله. أنا معايا أولاد وربنا يبارك لنا فيه يا رب، لما عمل لنا العفو ده ونطلعني لأولادي. وتشهد المنظومة العقابية تطورا كبيرا تزامنا مع إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ما يتيح الفرصة للمفرج عنهم للانخراط السريع في المجتمع، خاصة مع تطبيق برامج تأهيلية وإصلاحية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وما تتيحه هذه المراكز من رعاية اجتماعية ومعيشية وصحية وتعليمية متطورة. أول حاجة تعلمتها الشغل، موفران الشغل وموفران المرتب، أهلي لما كانوا بيجوا الزيارة كانوا مبسوطين،
معاملة كويسة. خدمات الطبية كانوا بيهتموا بعلاجنا وبيجيبوهن. أنا عاملة عملية في المركز الطبي مركبة مسمار والعملية نجحت والحمد لله وماشية على رجلي. دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان بالأمان بالصنعة دي هقدر أعيش. انطلاقة وفرصة للمفرج عنهم لبداية حياة جديدة وسط فرحة ذويهم الذين استقبلوهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بقرار العفو الرئاسي الذي أعاد أبناءهم إلى أحضانهم من جديد. ألف 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 مليون شكر لك يا رئيس على إنك أنت خليتك راجل وربنا يخليك لنا وما يحرمناش منك يا رب. فرح كل أم وكل أب النهاردة وعيد لفرحة سينا كلها وفرحة مصر كلها وتحيا جمهورية مصر العربية. مبسوطة طبعا لأخويا إن هيطلع أحسن من الأول بكتير وطالع ليه صنعة يعني معاه صنعة يطلع يشتغل بيها هينفع نفسه حاجة كويسة. أنا بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو خرج لنا أخونا أعز حاجة عندنا وبشكره قوي قوي قوي. المناسبات الدينية والوطنية هي فرصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ممن تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي للانطلاق نحو حياة جديدة بعد تأهيلهم وإصلاحهم وفقا لأحدث النظم العقابية. التوسع في الإفراج بالعفو واحدة من أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية وذات بعد إنساني، فهي تعطي فرصة للنزلاء ممن تنطبق عليهم شروط العفو للبداية من جديد بعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتي يراعى فيها أعلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. أكدت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن استشهاد 43 فلسطينيا و64 مصابا آخرين. وأعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34,305 شهداء و77,293 مصابة منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما لا يزال العديد من الضحايا تحت ركام المنازل المهدمة وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليه. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في ضربات لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طائرة مسيرة على جسر وادي غزة بوسط القطاع، فيما أصيب 3 آخرون بدير البلح جراء استهداف طائرة مسيرة بمحيط مسجد البلد القديم. هذا وانتشرت طواقم الدفاع المدني جثمان شهيدة من تحت أنقاض منزلها بعدما تعرض لقصف صاروخي في مخيم النصيرات. أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن سحب مزيد من قواتها ووحداتها العسكرية من قطاع غزة بعد قرابة 7 أشهر على الحرب التدميرية في القطاع. وأوردت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن لواء النحال قد تم سحبه من وسط قطاع غزة زعمة أنه سيحل مكانه اللواءان الاحتياطيان اللواء الثاني واللواء رقم 679 بقيادة الفرقة 99. وكانت قوات الاحتلال قد سحبت عددا من الفرق العسكرية خلال الفترة الماضية، كان آخرها سحب جميع قواتها البرية وآلياتها من جنوب القطاع. أكدت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
ارتفاع حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من 8455 معتقلا منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي. وفي بيان لها أكدت الهيئة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل، فيما تركزت عمليات الاعتقالات في محافظة طول كرم، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله والخليل والقدس المحتلة. اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم. وتركزت المواجهات في محيط البركة الثانية، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن أو يبلغ عن وجود إصابات. ويشار إلى أن عشرات المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المنطقة تحت حماية من قوات الاحتلال وانتشروا في محيطها بالكامل. اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع عيد الفصح. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أكثر من 430 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى بالتزامن مع ثالث أيام عيد الفصح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته في ظل إجراءات عسكرية مشددة في القدس المحتلة أعاقت حركة المصلين. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي لبحث إمكانية تحريك المسار التفاوضي حول صفقة تبادل محتملة مع حركة حماس. هذا وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اجتماع مرتقب اليوم للمجلس السياسي والأمني الموسع لبحث توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. أصدرت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى نداء طالبت فيه حركة حماس بإطلاق سراح المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن، بما يمهد الطريق لإنهاء الأزمة في غزة. وفي بيان مشترك وصفه مسؤول أمريكي كبير بأنه تأكيد استثنائي على الإجماع، قالت الدول التي يوجد لها رعاية بين المحتجزين لدى حماس إن الاتفاق المطروح على الطاولة للإفراج عن المحتجزين سيفضي إلى وقف فوري طويل الأجل لإطلاق النار في غزة. وما زالت نشرة السادسة متواصلة وتتابعون فيها. معبر رفح البري يواصل فتح أبوابه لدعم أهالي قطاع غزة، ومسؤولة أممية تثني على موقف مصر وتتهم سلطات الاحتلال بوضع العراقيل أمام دخول المساعدات. أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزا عن شكرها لمصر على تسهيل زيارتها إلى معبر رفح، مؤكدة أن المعبر مفتوح من الجانب المصري. وخلال مؤتمر صحفي شددت المقررة الأممية الخاصة على أهمية زيادة كمية المساعدات التي يتم إدخالها للمدنيين في قطاع غزة. أشكر مصر على تسهيل رحلتي بين معبر رفح والقاهرة. المعبر مفتوح من الجانب المصري، لكن إسرائيل هي من تعرقل عمليات الدخول إلى القطاع. كما أشكر الأطباء المصريين الذين قاموا بعلاج عدد من المصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية. الأوضاع في قطاع غزة مروعة، هناك عدد من الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مصر بإصابات خطيرة. الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية طالبت إسرائيل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.
القطاع، لكن ذلك لم يحدث. نؤكد أن حياة الفلسطينيين مهمة، وبعد الزيارة إلى رفح نشدد على حاجة المدنيين في غزة للكثير من المساعدات على اختلاف أنواعها. وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أهمية التركيز خلال الفترة الراهنة على حماية المدنيين في قطاع غزة. هذا وأشارت ألبانيز إلى ضرورة منع خطط إجلاء أو إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم في مدينة رفح الفلسطينية. الأهم خلال الفترة الراهنة هو التركيز على حماية المدنيين الفلسطينيين وليس على عملية السلام. في بداية الحرب حذرنا من خطر استهداف إسرائيل للبنية التحتية في قطاع غزة وسعيها نحو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. لا مبرر لما يحدث للفلسطينيين، والغرب يعمل على التحضير لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم في رفح الفلسطينية، وهو أمر ينبغي منعه. وإذا كانت هناك خطة للهجوم على رفح الفلسطينية وإخلاء الفلسطينيين، فمن الطبيعي أن ترفض مصر ذلك. هذا وتواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري. المزيد حول حركة دخول المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. إليك. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نجدد الترحيب بحضراتكم من أمام معبر رفح البري. لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في إدخال المساعدات الإنسانية المختلفة. لازالت مصر تكثف من الجهود وتضاعف من عدد الشاحنات لدعم الأشقاء هناك ودخول أكبر عدد من المساعدات الإنسانية، خاصة المواد الغذائية، لأن هناك حالة من المجاعة ونقص من في الغذاء الحاد هناك داخل قطاع غزة. لكن ما زالت مصر تدخل العديد من شاحنات المساعدات. نتحدث اليوم تحديدا عن دخول عدد من الشاحنات الخاصة بالقافلة السابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تتكون من 167 شاحنة بأكثر من 2900 طن من المساعدات الإنسانية المختلفة. وكان أيضا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعلن عن وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء داخل قطاع غزة، وتم توزيع هذه المساعدات على الأطفال وعلى أيضا الكبار هناك داخل القطاع. لعلكم ترون الآن أيضا هذه الشاحنات المحملة بعدد كبير من المواد الغذائية وأيضا الخضروات، والشاحنات التي أيضا على جانب الطريق الآخر والتي تحمل عدد من المساعدات والمستلزمات الطبية المختلفة وأيضا الأدوية. كل هذه الشاحنات تستعد للدخول عقب الدفعة الأولى التي دخلت صباح اليوم، بالإضافة أيضا إلى شاحنات الوقود التي لها أهمية كبيرة في تشغيل المرافق الحيوية هناك أيضا، وفي يعني تشغيل أفران الخبز وتوفير رغيف العيش للأهالي داخل قطاع غزة. كل هذه الجهود تتم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة من أمام معبر رفح البري، عودة إليكم في الاستوديو مرة أخرى. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن دوي انفجار قد سمع مصحوبا بتصاعد للدخان على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غربي اليمن. يأتي ذلك في حين اعترضت سفينة يونانية طائرتين مسيرتين لقوات الحوثي في البحر الأحمر. وأوضحت وزارة الدفاع اليونانية أن السفينة تشارك في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر. في غضون ذلك أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أنها دمرت 4 مسيرات فوق مناطق تسيطر عليها قوات الحوثي في اليمن.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس جو بايدن عين ليز جراندي مبعوثة خاصة جديدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط لتحل محل ديفيد ساترفيلد. وتتولى جراندي حاليا رئاسة معهد الولايات المتحدة للسلام، وهو مؤسسة مستقلة وعملت سابقا في الأمم المتحدة لأكثر من 25 عاما في مسيرة مهنية تضمنت إدارة عمليات إغاثة في اليمن والعراق وجنوب السودان. Through a unique partnership with the World Bank, every single year, hundreds of millions of U.S. dollars are lost. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية تستمر 7 أيام بغرب الإسكندرية. القافلة تقدم خدمات طبية مجانية بما في ذلك الكشوفات الطبية وتوفير النظارات الطبية بشكل مجاني وبإجراءات ميسرة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا ولضمان حياة كريمة للمواطنين. جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتواصل في المحافظات لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير الحياة الكريمة لها. وفي ضوء ذلك نظم التحالف قافلة طبية بغرب الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية المجانية لأهالي المنطقة بما في ذلك الفحوصات الطبية. النهاردة اليوم الرابع لنا في محافظة الإسكندرية، مستهدفين أن احنا نكشف على 5000 حالة تقريباً، كشف والعلاج والعمليات والنظارات، كل الخدمات بتتقدم مجانا. النهارده زي ما قلت لحضرتك معانا قافله متخصصه في الرمد، وامبارح كان موجود معانا 5 تخصصات، باطنه وعظام وجلديه واطفال وانف واذن وحنجره. القافله الطبيه بغرب الاسكندريه تقدم الخدمات الطبيه المتنوعه للمواطنين من فحص وعلاج وتدخل جراحي بالمجان. جيت هنا في القافله الطبيه اللي في عبد القادر وتبع التحالف الوطني، وكشفت نظاره والكشف 100% كويس والله الحمد لله، وربنا يبارك لك يا رب، وكل حاجه بنظام، ما خدوش مننا فلوس ولا اي حاجه. سمعت بالقافله، جبت صوره بطاقتي وحطيت رقم تليفوني وكشفت. الناس دكاتره ما شاء الله يعني كشفوا، قالوا لي انت عايز نظاره يا عايز عمليه؟ انت عايز عمليه ولا عايز نظاره؟ قلت له انا عايز نظاره عشان السن كبير ومش هستحمل العمليه. فنهايته رحت اعطيهم وطلعت، وقالوا لي النظاره كمان اسبوعين وهتيجي تستلمها، هنتصلوا بسيادتك هنيجي نستلمها. جهود كبيرة يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مختلف ربوع الوطن بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. وشروق عماد، أهلا بك شروق. شكرا لكما سحر وأميرة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والياباني والحرص على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بما يلبي متطلبات وأولويات التنمية في مصر ويرسخ العلاقات القائمة على المستوى الاقتصادي، استقبلت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، وبحث الجانبان موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها والمستقبلية في إطار الشراكة المصرية اليابانية، من بينها برنامج تنمية السياسات لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل ومشروع تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الفوتوفولتية بالقاهرة، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى ومشروعات الري والمتحف المصري الكبير ومستشفى الأطفال الجامعي أبو ريش. في إطار الاستراتيجية العامة لزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعة والصناعة خاصة الصناعات الدوائية والكيماوية، تلقى وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت تقريرا حول مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لاستخراج الأملاح والمعادن من المحلول المر بشركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واستعرض الوزير المشروع بمراحله المختلفة وخطوات تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص والذي يهدف إلى الاستفادة من المحلول
المحلول المر بإقامة مجمع صناعي لاستخراج الخامات عالية القيمة بطاقة إنتاجية مستهدفة سنويا تشمل خامات العديد من الصناعات الكيماوية والدوائية وغيرها، وكذلك تطوير منطقة الملاحة في إطار خطة التنمية المستدامة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء. عقدت الغرفة التجارية بالجيزة مؤتمرا في مقر الغرفة حضره ممثلون عن الحكومة وعدد من الشركات الكبرى. وخلال المؤتمر أعلن رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أسامة الشاهد عن انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية والمواد الخام في مصر، وذلك بسبب عدة عوامل أهمها استقرار سعر الدولار الذي أسهم بشكل كبير في خفض تكلفة الإنتاج وتدفقات النقدية الناتجة عن عودة المصريين المقيمين في الخارج وتحويلاتهم المالية إلى زيادة المعروض من العملة المحلية ما ساعد على خفض الأسعار. كان في مبادرة من القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تحرير سعر صرف الدولار ان المفروض الكلام ده ينعكس على الأسواق، وتولى دولة رئيس مجلس الوزراء هذه المبادرة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين اذا كان وزير التجارة والصناعة او وزير معالي وزير التموين، وحضرتك ابتدوا هذه المبادرة على أساس خفض الأسعار نتيجة تخفيض التكلفة اللي موجودة خلال الفترة اللي موجودة احنا فيها. احنا النهاردة في الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، وهي أولى المحافظات أو الغرف التجارية اللي تبنت دولة مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء وهي تخفيض الأسعار، وده بيأتي في إطار طبعا توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية إن المواطن المصري يشعر بالانخفاض الحقيقي اللي حصل في أسعار السلع. هنا بنتكلم على ثلاث أنواع من السلع، بنتكلم عن السلع الأساسية أو الغذائية والاستهلاكية، ودي انخفضت بنسب تتراوح من 25% إلى 30% في كافة الأصناف أو المجموعات السلعية. بنتكلم عن سلع معمرة أو سلع استهلاكية أو الأدوات والأدوات والأجهزة المنزلية، وكل رؤساء الشركات اللي كانوا موجودين النهاردة أو ممثليهم اتكلموا عن تخفيضات تتراوح من 20% إلى 25%. مجموعة خاصة بالأعلاف أيضا انخفضت أسعارها، وهنا بنتكلم عن سوق مهم زي الدواجن واللحوم. أيضا بنتكلم عن شعبة الأدوية والإفراجات الجمركية اللي تمت مؤخرا، يمكن الرقم اللي أعلنه مجلس الوزراء هو حوالي 8 مليار دولار إفراج جمركي تم في الفترة اللي فاتت. هو طبعا المبادرة اللي احنا عملناها، ودي كانت أول مبادرة يمكن على المستوى العام بيحسها كل مواطن، لأنه طبعا كل المواطنين ما فيش غنى عن الخبز بالنسبة للحياة اليومية. احنا بدينا المبادرة لما بدأ السوق يستقر بفضل الله، وكانت ان دي وصل ل 24,000 و 23,000، النهارده لما يوصل ل 16,000 يبقى اعتقد ان في يعني مساحة واسعة من الحركة في تخفيض الأسعار. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات مع تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد ومخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وهبطت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 32% ليصل إلى 88.1 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 53% إلى 82.92 دولار. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 95% لتصل إلى 52.50 دولار للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 54% لتسجل 1.64 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بعد أرباح متباينة من شركات كبرى، وتراجع المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 24% متأثرا بخسائر في القطاعات للمواد الغذائية والمشروبات والسلع الصناعية. وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بعد توقفات الإيرادات وتوقعات مخيبة للآمال من عمالقة منصات التواصل الاجتماعي الأمريكي ميتا الليلة الماضية.
أكد البنك الدولي أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بوقف أو حتى تقويض بعض جوانب التقدم المحرز مؤخرا في معالجة التضخم العالمي. وتسبب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة، رفعت أسعار النفط إلى الارتفاع. وأعلن البنك الدولي في توقعاته لأسواق السلع العالمية أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تمارس ضغوطا تصاعدية على أسعار السلع الأساسية ولا سيما النفط والذهب. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، ومن جديد عودة للزملاء صحر وأميرة. شكرا لك شروق. وبالأخبار الاقتصادية نصل إلى نهاية نشرة السادسة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تعرضت لاختبار استهدف سيناء وخاضت حربا شرسة ضد الإرهاب. مع استمرار المعارك العنيفة في قطاع غزة، قوات الاحتلال تسحب لواء النحال من موقعه بوسط القطاع، وتزعم أن لواءين آخرين سيحلان محلهما. مع تواصل العدوان، مجلس حرب الاحتلال يبحث إمكانية تحريك المسار التفاوضي بشأن غزة، وسط تواصل من الاحتجاجات ضد نتنياهو لإنجاز صفقة التبادل. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.